فاصلة ثلاثة سود صفر ستة جوج خمسة ناقص ستة فاصلة ثلاثة سبعة خمسة هي اوكي قربنا ما بقى شيء هي صفر فاصلة صفر واحد خمسة ستة جوج خمسة يعني هي واحد فاصلة خمسة فعشرة أس ناقص جوج ما بقى لينا والو دابا تقريبا راه وصلنا لواحد فعشرة أس ناقص جوج خاصنا اون سول ايتاب غادي نطيحو فيها إذن لا ديغنيغ ايتاب غادي نديرو دائما أي زائد بي إي ونقسمو على جوج هذا زائد هذا نقسمو على جوج زائد يساوي مقسوم على جوج طبيعة الحال عدد كبير ستة فاصلة ثلاثة ثمانية جوج ثمانية واحد جوج خمسة دونك ستة فاصلة ثلاثة ثمانية جوج ثمانية واحد جوج خمسة الو غادي نديرو في اي 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 نديرو في اي ماشي مشكل ستة فاصلة ثلاثة ثمانية جوج ثمانية واحد جوج خمسة وخاصنا دابا نحسبو الصورة ديالو دائما بنفس الدالة يعني يعني ثلاثة في ستة فاصلة ثلاثة ثمانية جوج ثمانية واحد جوج خمسة ستة فاصلة ثلاثة ثمانية جوج ثمانية واحد جوج خمسة هادشي أس سبعة زائد جوج في ستة فاصلة ثلاثة ثمانية جوج ثمانية واحد جوج خمسة أس خمسة زائد ستة فاصلة ثلاثة ثمانية جوج ثمانية واحد جوج خمسة ناقص عشرة وستة في الجذر الرباعي جات ثلاثة إذن هذه كتعطينا عدد سالب مزيان ناقص سبعين قربنا بزاف بزاف منه هنا عندنا الصفر وهنا غادي ننزلو بستة فاصلة ثلاثة تسعود صفر ستة جوج خمسة الصورة ديالو هو واحد فاصلة واحد فعشرة أس ربعة وبقات لينا دابا السعة هنا هي اللي مهمة عندنا خاصها تكون صغر من واحد فعشرة أس ناقص جوج طبعا نديرو هذا ناقص هذا ألا هي ستة فاصلة ثلاثة تسعود صفر ستة جوج خمسة ألا نعاود ستة فاصلة ثلاثة تسعود صفر ستة جوج خمسة ناقص ستة فاصلة ثلاثة ثمانية جوج ثمانية واحد جوج خمسة تساوي اوكي مزيان الوغ هي سبعة فاصلة ثمانية فعشرة أس ناقص ثلاثة وهذه أصغر من واحد فعشرة أس ناقص جوج اللي هي السعة اللي مطلوبة منا السعة اللي مطلوبة منا هنا واحد فعشرة أس ناقص جوج إذن هذه هي الإطاب الأخرى ألوغ شنو بينا هنا غادي نجيو نستعملو دابا أ إي أو بي إي
وغادي نقولوا ان السير محصور بين هذا العدد وبين هذا العدد. اذن سي محصور بين جوج الاعداد 6.38 جوج 8 واحد جوج 5 والعدد 6.39 0.625. والسعة ديال هذا المجال يعني هذا العدد ناقص هذا العدد، السعة قلنا هي 7.8 في 10 أس ناقص 3. ألوغ حنا بغينا السعة تكون فيها 1 في 10 أس ناقص 2، يعني إلا درنا هذا ناقص هذا غادي تعطينا 1 في 10 أس ناقص 2. ألوغ غادي ناخذ هنا 6.39، هذا العدد هو ناخذ هنا 6.38 ان هذا العدد هذا كبر من 6.38. اذا غادي نقول ان السي محصور بين 6.38 واكبر من هذا العدد، وفي نفس الوقت اصغر من العدد 6.39. والا درنا هذا ناقص هذا مع السعة ديال هذا المجال اللي لقينا ناقص 6.38 هي 0.01، اللي هي 1 في 10 أس ناقص 2. ولقينا دابا التأطير ديال العدد سي. إذن فقط باش نثبتوا هذا الحساب هذا اللي كنا خدامين عليه، لقينا هنا اكس هنا اف لي اكس. دونك لقينا ان الداله في الصفر كتكون سالبه وكتطلع حتى ل 8، الو ما كتطلعش تقريبا بحال هكا، كتطلع بحال هكا في 8 لقينا اعداد موجبه، وفي صفر لقيناها سالبه، وبقينا غاديين كنحصروا هذا العدد سي حتى لقيناه تقريبا كيسوى 6.38. الا خدينا القيمه بالتفريط غادي تكون هي 6.38، وهكا غادي نكونوا لقينا العدد سي باستعمال الطريقة اللي سميناها الطريقة ديال التفرع الثنائي، اللي هي هنا يعني الطريقة ديال لا ديكوتومي. بون دونك فيها الحساب غاديش نقول لكم لا، ولكن الى تبعته خاصكم تبعوه. ستيلو ورقه دائما كما كنصحكم، ستيلو ورقه كالكوليتر حداكم مركزين 100% باش تفهموا اشنو واقع، ما غاديش تلقاو مشكل.